مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. بعد يوم على إقرار الموازنة في المجلس النيابي، أستقبل في الاستوديو المدير العام السابق للمحاسبة العمومية في وزارة المالية أمين صالح لتفنيد هذه الموازنة في الشكل وفي المضمون، ما يعني المواطنين من يعني بنود ومواد أقرت في هذه الموازنة، وأيضا الاقتصاد بشكل عام. في مقابلة سابقة معك وعند إقرار الموازنة أو تقديمها لأول مرة من قبل وزارة المالية، وصفت هذه الموازنة بأنها تعتمد الروحية التي كانت تعتمدها الموازنات في القرن 18. هيدي الموازنة أقرت اليوم. أولا حبلش معك يعني على الخفيف إذا فينا نقول في الشكل، ما هي أبرز المخالفات التي تضمنتها هذه الموازنة التي أقرت بعد انقضاء المهلة الدستورية؟ يعني يسعد مساء المشاهدين ومساء أسرة الجديد. في الشكل واضح أنه فخامة رئيس الجمهورية المفروض يرد على الموازنة مثل ما عمل سنة 2020 لنفس الأسباب، بالإضافة إلى سبب جديد. الأسباب هي معروفة، أنه ما في قطع حساب للسنوات السابقة، وبالتالي تصبح الموازنة نشرة مخالف للدستور وفق الأحكام المالية 87 من الدستور. اثنين، مجلس النواب خالف نظامه الداخلي وأقر موازنة دون أن يقر قطع الحساب، لأنه المادة 114 من نظام مجلس النواب تنص صراحة على أنه على المجلس أن يصادق على قطع الحساب قبل المصادقة وإقرار الموازنة. قطع الحساب للعام 2020 للـ2020 صح. نعم، خاصة أنه 2021 كمان لم تقر، يعني لم تصدق، وبالتالي رد فخامة رئيس الجمهورية. هلأ ما بعرف إذا فخامة رئيس الجمهورية السنة الماضية ما رد، ترك تمشي نافذة فعل نافذة حكما، ما بعرف إذا بيرد لعدم دستوريتها أو أنه بتركها بتصبح نافذة حكما وما بتقترن بتوقيعه، لأنه يعرف أنه هذه الموازنة مخالفة للمادة 87 من الدستور. بالإضافة إلى ذلك، في سبب جوهر وإشكالي، أنه عندما أعلن عن تصديق مجلس الوزراء على هذه الموازنة خرج بعض الوزراء من الجلسة وزراء الثنائية تحديدا حينما قال أنه تم تهريب هذه الموازنة وبالتالي لم يتم التصويت عليها وبالتالي هذا يخالف أحكام المالية 65 من الدستور، لأنه الموازنة هي من الأمور الأساسية التي يجب أن يصد أو يقرها مجلس الوزراء بأغلبية ثلثي الحكومة، وهذا على حسب على ذمتهم لم يحصل، وبالتالي كان على مجلس النواب أو رئاسة مجلس النواب أن ترد الموازنة لهالسبب، وكان على مجلس النواب أن يرد الموازنة لهذا السبب أيضا. فهذا من حيث الشكل، ولكن هذا الشكل وفقا للمفهوم الدستوري والتفسير القوانيني له قوة المعاملات الجوهرية، يعني هذا مخالف للدستور، وبالتالي يقتضي إسقاط هذه الموازنة دستوريا وقانونيا. طيب، خلال فترة عملك في وزارة المالية شهدت مخالفات عديدة وشهدت يعني أقل ما يمكن أن يقال عنها فضائح، إذا فينا نقول أشهر هذه الفضائح هو يعني محاولة منعك من يعني إرسال قطع الحساب لديوان المحاسبة صحيح. للأعوام التي امتدت من 2003 إلى 2007 الفترة اللي كنت فيها، يعني ربطا بهذه الفضائح اللي انت صرت على معرفه فيها او على تماس معها. امبارح صار شيء اكثر من لافت، بانه البندين الرئيسيين بالموازنه اللي هن علاقه بالهيكل لهذه الموازنه، النفقات والإيرادات، تم التصويت عليهم او تم كشفهم للراي العام وللنواب ربما باخر الجلسه. قديش هذا الشيء يعني ابعد من انه كونه غير قانوني، قديش هو ممكن يستقيم بالشكل ولا بمضمون موازن يفترض انه تكون هي سكه يعني الحل او المقاربه المعالجه؟ برايي هذه اكبر فضيحه موازنه 2022، هي الاسباب الدستوريه. انها اثنين، أنه هذه المشروع الموازنة كان فيه ثلاث مشاريع حقيقة. أول مشروع اللي عرض بنيسان على مجلس الوزراء اللي كان هو 49 ألف مليار وشوى. ثاني مشروع اللي كان هو مجلس الوزراء اللي بعته على مجلس النواب واللي 47 ألف و329 مليار. المشروع الثالث اللي أقرته لجنة المال والموازنة وقالت أنه نحن قدام سيء ولا أسوأ. الأنكى من كل هذا، فضيحة الفضائح، أنه لجنة المال والموازنة قالت علقنا المادتين
المتعلقتين بالواردات والنفقات. ليش؟ لأنه ما في أساس صحيح للتقييم. طيب أنت بدك تقدر الأرقام، بس بدك تحط أرقام تقديرية قريبة إلى الواقع ومستندة إلى شو؟ مستندة إلى نفقات السنة التي تم قطع حسابها وما في قطع حساب، إلى تحصيلات السنة الماضية، وهذه فيها مخالفات كثيرة. ما بعرف هلا انا بفرجيك على شغلي هلا بسياق الحديث، انه الارقام اللي اوردتها وزاره الماليه غير صحيحه، وخاصه بالنسبه للرسوم الجمركيه. اذا بدك من ناحيه التقدير، من ناحيه التقدير والتقدير، لانه قال لك ليش؟ بسنه 2019 كان حجم الاستيراد 19 مليار و239 مليون دولار، كانت الرسوم الجمركيه 1800 مليار، يعني مليار و194 مليون دولار. بال2020 11 مليار كان الاستيراد 11 مليار و310 مليون، 11 مليار دولار، وكانت الضرائب عليها 1290 مليار، يعني 856 مليون دولار. طيب هلا انا حسب الجدول اللي بعته وزارة المالية، هذا الجدول اللي هو صادر عن الوزارة، اللي بعته وزارة المالية للجنة المال والموازنة، ايه صادر عنها. الجمرك الجمارك هوني اياها عم نحكي نحن لحديت على الاقل، لا هن عم بيقولوا المحصل خلال العام 2021 اوكي 483 مليار ليره، 483 مليار ليره اللبنانية، مش هيك؟ عظيم. طيب الاستيراد بال2021 13 مليار و600، 13 مليار دولار و641. سؤالي لوزير الماليه، انه وقت كان الاستيراد سنه 2020 11 مليار، كانت الرسوم 1290 مليار، طيب هلا الاستيراد 13 مليار ونص ارتفع وانخفض، والضريبه 483، في خطا بالحسابات عندكم او انكم مش محصلين؟ معنى ذلك في خطا بالحسابات او مش محصلين او ما بعرف، بيسالوا ما في احتمال ثالث ربما بعدم، ما بعرف يروح التفتيش المركزي، التفتيش المالي يفتش هذه الأرقام نحن عم نحكيها، وهيها موجودة وعلى شاشة التلفزيون، على شاشتكم موجودة يعني، ولو هذه فبالتالي هذا انعكس حكما على ما تم. فإذا على أي أساس تم تقدير الواردات؟ اثنين، أنه كيف بتنزل واردات موازنة وارداتها غير نهائية ونفقاتها غير نهائية ومعلقة على أساس سعر صرف للدولار الجمركي. أنت ما قررت، طيب كيف بخلال الجلسة قدرت تحتسب الزيادة في الضرائب والرسوم اللي أنت قررتها على 15,000؟ أنت كنت حاطط سيناريو 12,000، 8,000، 10,000 و 15,000 و 14,000 و 16,000، وكان في اثنين من الخارج، يعني وزير نائب رئيس الحكومة كان عم يحكي على سعر صيرفي، ورئيس الحكومة كان عم يحكي 20,000. طيب بتكي رفعتوا الإيرادات خلال ساعتين من 26,000 مليار ل 30,000 مليار بالموازنة لتعملوا العجز 10,000، والاحتياطي خفضتوا 6-7,000 مليار لحتى تعملوا موازنة. هذا بدلك على شو؟ هذا بدلك أنه ليس هناك من رؤية أو من رقم صحيح أو من أساس صحيح في رؤية الحكومة ولا في رؤية مجلس النواب. هذا يعني مسألة واضحة جدا حتى من لحظة تقديمها أو من لحظة الانتهاء منها من قبل وزارة المالية. طيب 9 أشهر مر على هذه السنة ونحن عم نقر موازنة بآخر 3 أشهر من هذه السنة. الواضح جدا أن هناك مش رغبة أكثر من إصرار على تمرير هذا الاستحقاق لأسباب عديدة. برأيك يعني على الرغم من أنه محاسبتيا مع كل الشوائب اللي حكيت عنها، شو السبب أو شو الإصرار من تمرير هذه الموازنة؟ هل له علاقة بربما يعني تسريع المسار مع صندوق النقد الدولي، أو يعني فرض على اللبنانيين كمسار بداية تحول بطريقة التعامل مع المعاملات؟ ليش برأيك كان تمريرها بهذا الشكل اللي مرقت فيه؟ مسألة بالنسبة لي واضحة جدا. الموازنة انعملت بنيسان 2022 قبل الانتخابات بشهر ونص، فما جرأوا حطوا هيك ضرائب ورسوم قبل الانتخابات ليغشوا الناس ويحصلوا على أصوات. هاي وحدة.
مع كل الحديث وقت انه لن تفرض ضرائب جديده ولن تفرض رسوم. هلا بدك تشرح لنا كيف فعليا اللي ما فات من الباب فوتوه من الشباك. اثنين اكيد صندوق النقد الدولي قال لهم بدك تعملوا موازنه لاتفاق الموظفين اللي انعمل مع صندوق النقد الدولي واللي قال لهم فيه بدك تعملوا يعني الروشتة اللي بيعملوها دايما لكل الدول، رفع الدعم، تحرير سعر العمله الوطنيه، زياده الضرائب والرسوم اللي هن عملوها بلا جميلته عم يعملوها. ثلاثه، الاهم من كل ذلك، عم بمرروها بفتره حرجه جدا. اول شيء حكومه تصرف اعمال، اثنين فترة انتخاب رئيس جمهورية، ثلاثة فترة فيها مفاوضات مع العدو الصهيوني حول ترسيم الحدود. عم يستغلوا هيدا ليمرقوا الزيادة في الضرائب والرسوم تمهيدا للعام المقبل. هم يعرفون انه هلأ هذه فترة مثالية، انه 9 أشهر راحت، هلأ بال3 أشهر الآدمين قديش بدين يحصلوا، بكتقسمهم على 4 قديش فين يحصلوا، ولكن هم يعرفون أنه قد يطول انتخاب رئيس جمهورية. ولفت جدا يعني لحظة إقرار الموازنة تاني نهار صار في الدعوة لأول جلسة انتخاب. هم هلأ شو بيعملوا؟ حول النقاش كله على تعديد الأصوات وإذا بيحضروا وما بيحضروا. هلأ هن أمنوا أنه بسنة 2023 نعملوا موازنة ولا ما عملوا موازنة، هم سيجبون الضرائب على أساس سعر صرف للدولار الجمركي بحد الأدنى 15,000. والآن كمان إضافة إلى ذلك، هم المواطن ما بيعرف أنه كمان في ضرائب الآن بضريبة الدخل عم تجبى على أساس القيمة الفعلية للدولار، مش على 15 ولا 20 ولا على سعر صرفه، تشبع على أساس هلا قديش 38,000، عم تشبع على أساس 38,000، لأنه العمليات الجارية بعملة أجنبية كانت تشبع على أساس تحويل العملة الأجنبية لسعر الصرف يعني على 1507. طلع الوزير السابق المالي حط نقلن على القيمة الفعلية ما في إلا، فبالتالي صاروا يشبعوا على أساس سعر الصرف بالسوق سوداء مش بسعر صرفي. هلا هني رح يجبوا ضرائب ورسوم جمركية على أساس حد أدنى 15,000، وهذا سيؤدي، وهلأ بنقول شو قد شو بيؤدي، وعلى ضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى إذا كانت معاملاتها بالعملة الأجنبية على أساس سعر السوق صحيح. اللي هو هلأ 38,000 إذا ثبت، ونحن بنقول أنه أكيد مش رح يثبت رح يطلع. هلا بدي اسالك بس لانه بدنا نفوت اكثر بتفاصيل هالموازنه، انه ليش اكيد مش رح يثبت. طيب فيما يتعلق بالسعر اللي رست عليه المزاد العلن امبارح بمجلس النواب، انه اعتمدنا 15,000 للدولار الجمركي في مقاربتين لضرورة رفع هذه الرسوم. المقاربة المدافعين عنا أنه عدم رفع هذه التعرفة مش عم يستفيد منها إلا التجار والمستوردين، على قاعدة أنه هني عم يدفعوا ضريبة أو يدفعوا هذا الجمرك أو هذا الرسم على 1005 وعم بيبيعوا للمستهلك على سعر مختلف. إلى أي مدى هذه الحجة أو الذريعة يعني لا تستقيم يعني محاسبتيا وأيضا من العيب جدا على المسؤولين يتكلموا هذا الكلام، إما أنه هذا كلام صادر عن جهل إما عن كذب، والاثنين بيؤدوا إلى نفس النتيجة. خلينا نبلش بالجهل. رح أشرح للمواطن أنه تجار وما تجار، التاجر يستورد سلعة مش هيك؟ هالسلعة لنقول حقها $1,000، كان هال1,000 دولار يقيم على أساس 1,507.5 يعني 1,500,000، وتفرض الرسم الجمركي على أساس 1,500,000. وكل سلعة لها رسمة، كل يعني في برامج لهم، كل سلعة لها رسوم مختلفة عن الآخر حسب، بتوصل لل200% وبتقل لل5%، نحن عم ناخذ افيرج هالقدية. طيب هذا المستورد وقت بيدفع الرسم الجمركي بيدفع ايضا الضريبة على القيمة المضافة، يعني بضيفوا له كل قيمة الشراء
والمصاريف النقل والتخزين وكله سواء، وبيحطوا عليهم رسم جمركي، ثم فيما بعد بضيفوا الرسم الجمركي على كل هالتكلفة والكل سواء، بنسميهن القيمة الجمركية وفقا لقانون الجمارك، بيفرض عليهم ضريبة على التفق 11%. المستورد شو بيعمل؟ هو قدي دفع؟ دفع 1000 على 1507.5، بيسجل بحساباته أنه هو دفع على 1507.5، هذه ضريبة مدفوعة على التفق ورسوم الجمرك. رسم الجمرك بيزيدوا على كلفة البضاعة، بيزيدوا على كلفة البضاعة، والتفق بحطها على جنب، التفق بيعطيها للخزينة على 1507.5، والرسم الجمرك بيزيدوا على شو؟ على ثمن البضاعة، بحط الكلفة انه هالقد يكلفني وبيقسمون وبيشيف بيع بالسوق على هامش التجارة الموجود بالسوق. هلا وقت بيجي بيقول لك انه التاجر عم يستفيد، هلا لو افترضنا انه هلا صار ب 15000، الرسم الجمركي اللي كان مثلا 150000 ضربه هلا ب 10 راح بيصير 1.5 مليون، التاجر شو راح يعمل؟ راح يضيف 1.5 مليون على سعر السوق للسلعه ويبيعها زياده الرسم الجمركي، فبنكون مين تحملها؟ يعني معلش يسامحونا يعني كبروا عقل شوي. الضرائب غير المباشره يتحملها عاده المستهلك، مش التاجر عم يسرقها، التاجر بيزيدها وبيزيد هامشه عليها. تبي مش راح يقلل من ربحه، مش راح يقلل من ربحه، وانت انت بوضع ما في رقابي لا على الهوامش التجاريه ولا على نسب الارباح واحتكارات قد ما بدك بالسوق. هلا تجير شو فرقاني معه؟ بتحط انت تي في 15% دفعك يا. هلا هو شو بيقول لك؟ بناء بعض المرات انه كل ما زادت الاسعار هو عنده بالسوق كل ما قل الطلب على سلعته، مش هيك؟ يعني بتخف اساسا مبيعاته بالحجم، ولكن بالقيمة نتيجة هذا التضخم بتزيد. يعني اللي كان الواحد يبيع ب 100 مليون دولار، يعني 1.5 مليار، هلا ال 100 مليون دولار ليش بيعملوا 38 مليار؟ يعني زاد الرقم، فبالتالي وبزيدوا عليه ضرائب، بس الضرائب بالحجم الاسمي مش بالحجم الفعلي، يعني ما عم يقروها. فبالتالي هذه مقولة، هذه مقولة اما عن جهل تصدر اما عن كذب لتضليل الراي العام. بالنتيجه الرسوم الجمركيه والتفئة ورسوم الاستهلاك وكل هذه الرسوم غير المباشره ما حدا سيتم توزيعها على المواطنين، على المستهلك النهائي. طيب في مساله انه بالتوازي مع يعني الخوف من رفع هذا الرسم، كان في بموازاته ايضا خطاب وهذا يعني اقر ايضا بالموازنه انه هناك سلع لن تشملها هذه الزياده بالرسم الجمركي، وايضا تم تمرير بند البعض راى فيه انه بند لا باس به لاول مره محاوله لحمايه الصناعات اللبنانيه، مع العلم انه في راي مختلف حول هذا الموضوع. الرسم اللي هو 10% على السلع التي يمكن تصنيعها في لبنان، بهيدي الجزئيتين هل يعني هذا التطمين في مكانه، ولا كمان هذا يدخل ضمن ثنائية الدجل أو الكذب؟ بس رجع للسؤال الأول، يعني بمعنى أنه في مواد في مواد قالوا أنه لن يشمل يعني لن يفرض عليها هذا الدولار الجمركي، يعني وفي مواد ستفرض عليها ضرائب لحماية الصناعة الوطنية. يعني بعدنا عم نحكي عم بيغشوا الناس. أولا السلع المعفاة من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة محددة بأحكام المواد 15 و16 و17 من قانون التفئة، ومحددة بالنظام الجمركي المنسق. ما حدا يقول انه انا راح نعفيهم، هو اساسا هن معفيين. يعني كل هذه المواد الغذائيه، الحبوب وما الحبوب واللحوم الطازجه والاسماك، ومعددين بالماده 16 و17 من قانون التفئه، هودي هن زيتون بعد معفيين من الضرائب. ما يقولوا انه نحن عفيناهن من جديد، بس باقي السلع والمواد. طيب يعني هو بس الانسان كل هالسلع والمواد كلها سوا؟ ما في قضايا أساسية اليوم هي منسميها السلع الشائعة الاستعمال، يعني مش بس أنه والله الأجبان والألبان واللحوم الطازجة والعدس والحبوب هي اللي بيعيش عليها الإنسان. طيب البقايا كلها سوا، كل المعلبات، بقايا الشاي، السكر، الشاي، القهوة، المعلبات كلها سوا، كل الاستيراد كله خاضع للضريبة، إما على الرسم الجمركي أو الضريبة على القيمة المضافة، وهذا سيؤدي إلى زيادة. رأعطيهن مثل على ذلك، رأعطيك مثل حتى نضحط هذه الحجة. سنة 2019 كان ضريبة على الاستيراد 1800 مليار، هني هو على السلع الخاضعة للضريبة بس.
طيب ما هو 1800 مليار هن زيتن بعدين السلاح اللي خاضعين هلا لهذا الرسم الجمركي، راح بتصير الضريبه عليهم، راح بتصير الضريبه عليهم 17882 مليار، راح بتزيد الضريبه عليهم، يعني 994% على هذه السلع اللي هي هلا خاضعه بدون السلع المعفاة من الضريبه. فما يربحوا العالم يجي انه هو ما راح يطالب، راح يطالب كل الاشياء. انا اسال سؤال، هاي الرسوم هذا الرسم الجمركي شو رح يطال؟ خلي المواطن يسمعنا، رح يطال الرسوم على المواد الملتهبة، يعني على المحروقات. يعني رح بتزيد أسعار المحروقات، رح بيزيد رسوم التبغ والتنباك، رح بتزيد رسوم التبغ والتنباك، رح بتصير أسعارها. الضريبة على القيمة المضافة، لأنه الرسم الجمركي رح يزيد، هي رح يزيد. مش هيك؟ يعني إذا إنا الزيادة 16110 مليار، رح حط علينا 11% TVA 1772 مليار ليرة لبناني. عندك الرسوم على السيارات، هلا الناس كتير اشتروا سيارات وخزنوهم وهربوهم، هذه كمان رح تزيد. رسوم على الاستيراد، عم أقول لك طيب هو دي أربع خمس أنواع من الرسوم سوف تتأثر بزيادة الرسم الجمركي نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الجمركي على الليرة. طب أنا عندي سؤال، في من يقول بأنه يعني المقاربة كلها بس على الصناعة. تفضل. على الصناعة يا أخي، الصناعة وحماية المنتجات المصنعة. الصناعة أنا بسألن سؤال، طيب المواد الأولية اللي بدها تستوردها الصناعة، يعني نحن عندنا مناجم هون، نحن عندنا ما مستورد مواد أغلبية، نحن إذا بنعمل شيء تقني أو 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 أدوات كهربائية وكذا، منين بنجيب الإكسسوار تبعي؟ منين بنجيبهم؟ بنجيبهم من برا، حتى تصلح السيارة، حتى إذا بدك تصلح سيارة القطع الغيار منين بتجيبهم؟ بتجيبهم من برا. طيب هو المواد الأولية اللازمة للصناعة، ما هو ذي راح يعني راح تشملهم الزيادة، راح تشملهم الزيادة. اثنين، هل الصناعة فبالتالي هذا البند بيحمي من يتحكم أصلا بالصناعات اللي موجودة؟ هذا ضرر رماد في العيون، أنه نحن عم بنشجع الصناعة. طيب أنت بسأل سؤال، إذا زادت أسعار المحروقات بدها تزيد أسعار كلفة الطاقة الكهربائية والمولدات الكهربائية، مش هيك؟ بلا زيد كلفة النقل، كل هذا ما يتحملن الإنتاج، ما الإنتاج في له كلفة. هذه الكلفة المشكلة الأساسية في لبنان، هي كلفة الإنتاج المرتفعة، منشان هيك نحن ما عم نتقدم بالصناعة، لأنه كلفة الإنتاج وبيئة الاستثمار ما أنا موجودة، ما كانت الأموال تتدفق على الصناعات ولا على الزراعات، لأنها كانت تروح على البنوك ويتخذ عليها فوائد عالية وما استثمرناها. هلا ما في عندنا بنوك. أنا بدي أسألن سؤال للي عم بيقولوا إنه بزيد الصناعة، إذا واحد إجا بده يفتح مصنع، من وين بياخد قرض؟ من وين؟ ووين بيفتح حساب مصرف اليوم؟ افتحوا له حساب. هلا البنوك عم بلش ترجع تفتح مع كمية رسوم خيالية، ما بدي نقرضوا، عم ياخذوا على المعاملات. تماما، عم يقصوا من المعاملات ويقصوا من حساباتك ويقصوا من 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 رواتب الموظفين ومن مساعداتهم ومن منحهم ومن كذا، عم ياخذوا على هذه الأساس كلها. فإذا الاستثمار هو مناخ. بدي كفي معك بهذه النقطة، وتحديدا فيما يتعلق بالاستثمار، وإذا كان حتى هناك نية بإعادة إطلاق النمو في هذا الاقتصاد، شو كانت المقاربة؟ بس تسمح لي أخذ مداخلة من النائب اللواء جميل السيد معنا على الهاتف. يعطيك العافية حضرة اللواء. يبدو انقطع الاتصال. في يعني كنت عم معنا على الخط. عم تسمعنا؟ يلا حنرجع نحاول نطلبه مجددا. نعم. في مسألة يعني شغلت حيز كبير من النقاش قبل يعني عام 2020 و2021، سلف الخزينة وسلفة الخزينة للكهرباء. هل تضمنت هذه الموازنة سلف غريبة؟ نحن سألت عنها. أول مشروع اللي نحط على مجلس الوزراء بالنيسان كان في سلفة خزينة 5250 مليار ليرة للكهرباء. بالمشروع اللي نزل من مجلس الوزراء لمجلس النواب طارت سلفة الخزينة. بالمشروع اللي عدلته لجنة المال والموازنة طارت سلفة الخزينة. طيب
يعني معنى ذلك انه انتم اما يعني عم بتضللوا الراي العام، ما بدك تحطوا سلفه خزينه وبكره بتعملوا لها مرسوم سلفي لوحدها وبتعودوا تضيفوها، وهذه انفاق. ما حل ما ليش بدي نعطوا سلفه خزينه؟ ما اساسا هم يعرفون سلف الخزينه للكهرباء هي مخالفه للقانون، لانه من تتوقف تسليف المؤسسة على قدرتها على نحن بنعرف انه هي غائقات، انه ما في. فاذا هذه نفقات لازم كانت تدخل في النفقات. هلا بيقولوا لي كيف بدك تصلح الكهرباء؟ يعني هلا هالساعه ما بدك تصرفوا عليها؟ ليش انتم شو دافعين على الكهرباء السنه الماضيه؟ ماشي. بدي اسالك قديش دافعين الكهرباء السنه الماضيه، وحتى مؤخرا انت ثبتت بالرقم كم تم انفاق على الكهرباء، وهو رقم مخالف لكل ما يشاع ولكل ما يردد من 82 لحديت هلا. بس قبل ما نكفي بهذه النقطه بدك تسمح لي ارجع اخذ النائب اللواء جميل السيد، صار معنا على عم تسمعني لواء؟ ايه عم اسمع. ما بعرف اذا كنت عم تابع النقاش مع المدير العام السابق للمحاسبه العموميه. قبل بدي اسالك سؤال، هل كان لافت جدا بالنسبه لك انه بعد كل ما جرى يوم امس في جلسه الموازنه الدعوه مباشره لجلسه لانتخاب الرئيس وننسى كل اللي صار امبارح؟ ما كان في جو ابدا بالجلسه، لا بل اكثر من دوله الرئيس بري لما سئل هالسؤال اجاب انه خلينا ننطر شوي ليصير شوية هيك مناخات توافق قبل ما نفوت بجلسة عشوائية، لكن يبدو بأجواء طارئة بعتقد سواء من كركي أو من ما صرح به أمير جعجع بمقابلة وغيره من ملامة بالمجلس على التأخير بالموضوع، هو اللي خلى الموضوع يحصل بكرة، مع أنه ما في أجواء دقيقة لكيفية المسار، سوى أنه جلسة ما ممكن تكون جلسة مناقشة، جلسة تصويت. فبعتقد مش مكتملة العناصر تبعها، وأن من الناحية الدستورية من الواجب أن ينعقد أكثر من جلسة، لأنه هيك الدستور بيقول ما فينا نتركها لآخر لحظة. طيب بجلسة الإقرار الموازنة يوم أمس، شو أكثر شيء استوقفك سواء بالشكل أو بتمرير بعض البنود؟ أنا عم بسمع الأستاذ أمين وبركي فيه، يعني هو موسوعة بهالموضوع اللي عم بحكيه. حياتي الله يخليك. هي الموازنة عنوانها تجميع مصاري فقط، تجميع مصاري كيف ما كان، من مين ما كان وشو ما كان، من دون مقاييس واضحة، سوى انه بدنا نهرب لقدام نصمد من هلا لاخر السنة، هيدا المقياس. وربما تسريع فيها، لأنه ما رح يقدروا يعملوا موازنة 2023، رح ياخذوها هيدي ويصير هي القاعدة الاثنى عشرية لل 2023، هيدا السبب الوحيد للتسريع. ونحن كنا قلنا يجيبوا بضعة قوانين شريعة على المجلس، نكر كلكم فيها جزئيات معينة، وقدموا لنا موازنة مثل الخلق لل 2023 ضمن المهل. وساعتها لا، بعتقد هدف الموازنة هيدي هو حط قاعدة للصرف بال 2023 لمثل ما نبين مسار الاستحقاقات كلها، وعد وضع الحكومة وعدم التأكد من حصول حكومي أصيلة بهالفترة هيدي، كله بيدفع على أنه بنعمل موازنة لنعمل فيها قاعدة إنفاق من هالموضوع، وهيدي مش موازنة بصراحة بالمفهوم الصحيح أو الهدف منها للموضوع، سوى أنه استلحاق أرقام نتيجة العجز اللي أنه ما في تكمل على موازنة 2021. هيدا أول نقطة اللي تفضلت فيه وأثرته مع ضيفك، هو موضوع ال 10% اللي فرضناها على المواد المستوردة اللي يمكن تصنيعها منها محليا. وانا اعترضت من حيث المبدأ، مش على مسألة انه حماية الصناعة، هيدي خطوة جزئية، ال 10% منا بتكمل، لانه انت الهدف من كل شيء هو حماية المستهلك. يعني اذا انت عليت الضريبة او الرسم على المستورد، بدك تلتزم بنفس الوقت انه المصنع المحلي ان يلتزم بسعر اسعار ما يحول المادة اللي عنده اللي عم بيصنعها بلبنان مادة احتكارية. وعطيت مثلا الترابي ممنوع استيرادها بلبنان لحماية الصناعة المحلية، بيصدروا معامل الترابي للخارج ب$40 الطن ولا يلتزمون بالتسعيرة الاسمية، بتكلفك $38 الطن، بيبيعوها لبرا $40 الطن، وداخل السوق اللبناني اليوم طن ترابي $120.
120 دولار يا تحميها وبتفرض معها من قبل وزارة الاقتصاد وغيرها من المؤسسات سعر يكون بنفس الوقت عم بيخليها تنمى هي كصناعة وبنفس الوقت عم تحمي المستهلك، يا عم بتحولها احتكار داخلي مقفل لصالح مؤسسات وشركات وصناعات وبنفس الوقت ما عم بيستفيد منها إلا صاحب المصنع، بمعنى ما بقى في حد عم بيضارب عليه وفلت بالسوق. هيدا المبدأ اللي أنا اعترضت عليه واعتبرته أنه إذا ما اقترن النص هيدا بشيء واضح عنوانه وين بدنا نحمي وين بنفس الوقت بدنا نأمن مكتسبات للناس، ما بنكون عم نعمل موازنة. شو الموازنة هي؟ هي مطابقة أرقام الحكومة على قدرة الناس على تحملها. هيك بيشتغل المجلس، الحكومة بتشتغل أرقام، المجلس بيجمع الأرقام مع البشر وبيشيف قدرة البشر على تحمل الأرقام. هيدي بالنسبة للمواد الصناعية يلي أنا مش موافق تكون إنه بس عبارة عن تخفيف عن صناعة محلية من دون ما إلزامها بمتوجبات تجاه المستهلك اللبناني. والاعتراض الثاني كان تبعنا دولار الجمركي 15,000، يعني هيدا بتقول 15,000 أثنين مشط. صحيح في مواد مثل تفضل الأستاذ أمين حكما لحالة، يعني مثل تقولوا خاصة ذات الاستهلاك العام معفية من ضرائب معفية من رسوم، ولكن القول أنه 15,000 على كل العالم على كل المواد يلي معفية أصلا غير المعفية، يعني مثلا سيارات بيجي واحد بيشتريها $70,000 بلبنان، هذا ما بدنا نحسب اساسا السيارات اللي تم استيرادها دفع رسومها اصلا، هيدا من غير انه في بلبنان تجميع هلا من 6 اشهر وبالجاي تكريس بضاعه بتكفي لبنان على سنتين لقدام وما بيفوت منها مصاري للدوله لانه جابوها على الدولار القديم. صح، بس كيف الموضوع انه اليوم لما عندك دولار جمركي بتعمله مخفض جدا للاستهلاك العام تبع الناس وبتعمله بسعر السوق وبالنقدي الدولار النقدي او بالشكل شو اسمه الفريش مثلا على سيارة، ليه بدها تكون الدولار 15,000؟ ليش بده يكون السعر الجمركي هالقد؟ يكون بالسعر، انا بعطيت مثلا هذيك اليوم واحد اشترى سيارة ب 70,000 بعرفه دولار حسب الرسم 26 مليون ليرة على ايام ال 1500 كانت تعمل 17,000 دولار، 26 مليون دفع عليها $700 من جمعتين، سيارة ب 70,000 دفع عليها $700. في مواد الكماليات، في مواد الماركات، بالألبسة، بالأحذية، بكل شيء، بالمواد الكماليات، بالمأكولات مثل السومون وغيرها، القضايا هاي كلها، السيجار، التبغ، كلها هيدي تعمل دولارك دولار وبتاخده من المستورد بالدولار أو بموازيه باللبناني بس على سعر دولار السوق. هون ساعتها بتكون عم تاخد من محل الحد الأقصى لفيك تاخد الحد الأدنى من الطبقات العامة، والجمع بين اثنين بيؤدي لتوازن الموازنة، لبل بيعمل لك فائض وبيخفف لك من العجز الموجود. انه معقول نحن عملنا موازنة فيها عجز 10,000 مليار من اصل، وبعدين صارت الارقام ما لها قيمة، يعني لما بتقول موازنة 30,000 مليار بتعرف يعني كم، يعني مليار دولار، اقل من مليار 800 مليون دولار، ارقام مكدسة وضخمة على ايرادات للناس بعدها مثل ما هي ما بتعبي هالارقام، بنفس الوقت ما جبنا للموازنة إيرادات، أملاك بحرية بعدها هي ذاتها، الأملاك نهرية هي ذاتها، كل شيء بعده هو ذاته. هون بطلت اسمها موازنة، صار اسمها تجميع كيف ما كان. ومشان هيك أنا من اللي صحيح ساهمت بمناقشة كل مادة لكن بالإطار العام كموازنة، هيدي مش موازنة، مشان هيك اقتنعت عن التصويت. سؤال سريع لواء، كنت عم تذكر بأنه يعني من ضمن الحاجة لإقرار هذه الموازنة هو ربما تعذر تشكيل الحكومة، فبالتالي هي ستعتمد كالمرجع ل يعني 2023، يعني كل ما أشيع في الفترة الأخيرة صار ورانا. لا ماشي مثل ما أنا شايف اليوم، مش ما تحلل بس ما لمسته بالوقائع بصراحة مستحيل بهذا الجو يصير حكومة، وبالطلبات والطلبات المعاكسة مستحيل بالأيام العادية يصير حكومة، وهلأ مستحيل أكبر. وبعتقد أنه إذا كملنا هيك الأمور، لأنه بصراحة الموضوع مش موضوع حكومي، موضوع ما هو موازين القوى التي ستحكم البلد بحكومة جديدة إن حصل فلاغ رئاسي، وإذا أطراف مختلفة ما أمنت نفس
التوازن الموجود اليوم بالحكومة الحالية بتفضل أنه الحكومة الحالية تكمل، وساعتها التوازن الموجود هو اللي بيحكم المعادلة. مشان هيك العائق منه مسألة تقنية، مسألة من سيحكم البلد إذا حصل فراغ. وإلا لو قصة حكومة، ما إذا انتخبنا رئيس ب 31 تشرين أو قبل، هالحكومة ستكون مستقيلة حكما والرئيس الجديد هيكون عمره جمعتين أو شهر. الصراع الحكومي هو صراع في حال الفراغ من سيكون له اليد العليا في حكم البلد. مشان هيك في فريق بيقول إذا فل الرئيس نعمل أغلبية على التيار الوطني الحر وبنمحي زيوله. في بالمقابل التيار الحر وغيره متطلع وشايف المنظر جاي عليه بيقول لك لا أنا بدي أحسن مكتسبات وضلني موجود، لأنه مش مسموح له إنه يقطعوا لي راسي إذا فل الرئيس. هي المعادلة كلها سوا. النائب اللواء جميل السيد، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. كنا عم نحكي عن السلف، في موضوعين بعد كتير مهمين بدي أسألك عنهم. هناك عدد من البنود التي أسقطت من الموازنة، وكنت عم تقلي حضرتك تحت الهواء هذه البنود مواد أسقطت ولكن مررت بقوانين هربة. بس خلينا نكفي موضوع السلف أولا. في موضوع يعني تضمن هذه الموازنة خدمة الدين العام بالوقت اللي نحن يفترض أنه نكون وقفنا عن الدفع، وبدي أعرف قديش المبلغ اللي موجود وليش هذا المبلغ الموجود بالدولار حتى بالدولار. مع العلم أنه نحن توقفنا عن سداد الدين بآذار 2020. خلينا نبلش ننهي بالسلف لننتقل لموضوع وجود هذا الدين بس العام. بس الفوائد والمواد اللي هربة السلف يعني نحن بنعرف أنه خيي هذا كهرباء، طيب هذا سلعة استراتيجية ما في غنى عنها، وهذه لكل المواطنين اللي بيستفيد منها الغني والفقير. الموضوع مش أكل وشرب عظيم. بس نحن دافعين على هالكهرباء لغاية 19 لغاية 19 25 مليار و621 هذا أنت حضرتك عامل الجرد من 82 83 وعلى أساس سعر صرف الدولار بكل سنة من السنوات حتى نكون عادلين. يعني وقت إن كان بثمان ليرات وبثمان وثمانين وثلاثة وثمانين وطلع لثمانمية لثلاثة آلاف حاطين إعلان، وهذا جدول حطيناه وطلع مرة على مجلس الوزراء بسنة 2003. يعني ما حتى نقول هذه الأرقام حقيقية ووزراء المالية بيعرفوا هذا الموضوع. طيب أنا وقت بدي أدفع على الكهرباء لأربع ملايين ونص لبناني بدي أدفع 10% 11% من الإنفاق العام، وبدفع على فوائد الدين العام بدفع حوالي 36%. هذا من 93 لسنة 2019. وين العدالة؟ 36% فوائد على الدين فوائد العام من الإنفاق الحكومي، فوائد على الدين العام بالمقارنة الإنفاق على الكهرباء 10.74 على الكهرباء اللي هي سلعة استراتيجية. خلي الناس تسمع أنه نحن لو قمنا فوائد الدين العام من الإنفاق الحكومي وخلينا انفاق على الكهرباء عندنا فائض بهالسنوات 5 مليار دولار. هيدي النسبه بحد ذاتها هي تكسر السرديه اللي مردده دائما انه هناك سبب وحيد لهذه الفجوه او هذا الانفاق، بعيدا يعني عن من استلم هذه الوزاره ومن استلم. ما انا اعطيهم مثلا بال2019 صرفنا على الكهرباء 2269 مليار، يعني على 1620 لانه كان الافرج 1000 مليار و400 مليون. طيب بال2020 صرفنا 1393 مليار على سعر صرف 5587، يعني باخذ المتوسط 249 مليون 249 مليون مقارنه هلا بالفوائد اللي عم يدفعوا. بال2021 صارفين لغايه شهر 10 2021 698 مليار على سعر 16105 الافرج تبعه السعر المتوسط 43 مليون دولار. 43 مليون دولار انتوا انفقتوا، انفقت حاكم مصرف لبنان والحكومه خفضتوا الموجودات بالعمله الاجنبيه من 2017 لحد هلا 32 مليار دولار. ونزيف الاحتياط مستمر في شراء المحروقات والمازوت والمولدات الخاصه. خربت البلد؟ لا، اللي خرب البلد هو الفوائد. رح اعطيك قبل ما تفضل الفوائد بس في شغلة كمان أنه يعني سريعا، هل تضمنت الموازنة اللي هي افترض تكون إلى حد ما تقشفية مع عدم وجود أي نفقات استثمارية فيها تمويل لبعض الصناديق وبعض الجمعيات على الرغم في أرقام سريعا تقدر تعطينا إياها؟ كل جمعيات وهذه جداول نحن عاملينها وهذه رح أقول لك قديش مندفع. نعم، اشتراكات ومساهمات في صندوق في صناديق التعاضد
عرفتك علي كيف؟ 1298 مليار هذا بعدنا، بس هي بما فيه تعاونيه موظفي الدوله. بس ماشي بس ضروري تكون موجوده. كل سنة بس انا بقصد الدوله وتعاضد النواب وتعاضد القضاه وتعاضد قضاه المحاكم الشرعيه وموظفي مجلس النواب واساتذه الجامعه والمساعدين وتعاضد اخرى. اوكي عظيم. هاي المساعدات والمساهمات داخل القطاع العام لمؤسسات عامه اصبحت عديمه الجدوى. مثل خي سكك الحديد واليسار وفلان وفلان وفلان، انا بعدد لك اياهم 2104 بعدد لك اياهم. صندوق الوطن للضمان الاجتماعي له حق فيهم. طيب والجامعه له بعد كثير كمان، له بعد كثير. مجلس الانماء والاعمار، الهيئه العليا للاغاثه، اجر وصناديق المدارس، مجلس الجنوب، دعم فوائد القروض، مراكز الخدمات الانمائيه، معامل النفايات البلديات، صندوق الايجار، المعهد الوطني، تلفزيون مصلحه الابحاث العلميه، منشات النفط، المستشفيات الحكوميه، مصلحه سكك الحديد موجوده عم تنتقل فيها. كل هذا عم بعطيك انا عيني منهم. قديش موجود المبلغ الاجمالي؟ 2104 مليار. 2104 مليار عظيم. مساهمات لغير القطاع العام، شو كانوا حاطين بمشروع الموازنه؟ شو كانوا بدهم يمرقوا؟ بدهم يمرقوا 2315 مليار كانوا بدهم يمرقوهم. هيئات لا تتوخى الربح 413 مليار. عطاءات خاصه مش محدده اسماء 32 مليار. دعم فوائد قروض 70 مليار، وكانوا مخصصين لدعم المعروقات 1800 مليار بمشروع الموازنه اللي قدم الى مجلس الوزراء. 1800 مليار وللتغت هلا هذه كلها. طيب هاي النفقات لخارج القطاع العام. طيب انا بدي اسالهم، هذي نحن بعد بحاجه لهم ببلد منهار؟ هذه كلها صناديق وهالهيئات والناظم وغيره وغيره وغيره، من شان شو؟ ليش ما منضيفه؟ ما انتوا قلتوا بدك تعملوا مسح ضريبي، وقلتوا بدك تلغوا كل المدارس، حتى كلها المدارس المجانيه ومسح للمدارس وتجميعها وتخفيف الايجارات وهيكله وترشيق القطاع العام. ما عملتوا شيء منه من سنه 2017. هودن عملوا بالقانون تبع ال 64 اللي زادوا فيه سلسله الرتب والرواتب، ما انعمل فيهن شيء ابدا ابدا ابدا. طيب هذا الدفع من شان شو؟ هذا الدفع من شان شو؟ ماشي يعني هذا حرق بالوقت زيت، انخفضت قدرة التنفيع بس التنفيع مستمر. كنتوا حاطين 7614 مليار فوائد على الدين العام بالأول موازنة، رجعتوا هلا حطيتوهن 4770 فوائد على الدين العام بالليرة اللبنانية. أوكي. وفي فوائد قروض على عن سندات اليوروبوند، في قروض ما زالت بالعملة الأجنبية. يعني هذه كانت 120 مليار صارت هلا 1200 مليار، زادت قد ايه؟ 100 ضعف، لانه بدهم يحسبوا له انهن على سعر الصرف الجاري. طيب عظيم، انا بدي اسالكم سؤال، هذا برسم الحكومه. بس شو هي قروض فوائد على قروض؟ في يعني قروض من مثلا قروض الميسره، قروض البنك الدولي، قروض الصندوق الدولي، قروض باريس 2، قروض باريس 3، في بعد منهم موجودين هودي. ان شاء الله مفكرين انه يعني بنك الدولي صندوق النقد الدولي يعني جمعيه خيريه عملوا كارثه، ما بياخذ منك فوائد، بدك تدفع له اياهم بنفس العمله. طيب بس في فوائد على الدين يعني بعيدا عن هذه القروض بعده موجود بالموازنه؟ بعده موجود فوائد على سندات الدين لعام 3570 3570 او 3470 بس هي بس هذا لخدمه اي دين؟ فوائد سندات داخليه 3570، فوائد سندات خارجيه 1200 مليار، ونفقات ماليه اخرى 50 بيصيروا 4820. هلا 4820 مش 4770، يعني 4000 من اصل نفقات 40000 عم نحكي نحن نسبه ولو هي متدنيه. مكانه استاذ ادم مكانه 7600. طيب كيف نزلتوهن؟ ما سند الدين اسمه قيمة اسمية وفائدة اسمية، يعني لازم تكون الفائدة على قيمة السند محددة المعيار. كيف نزلتها يا أخي؟ بس قلي بأي حسابات كيف؟ ما هي ما لازم تنزل، يا هالقد يا هالقد، يا أنت مش عم تحكي مزبوط الأرقام. بس بعد أنا ما عم بعرف أنه طالما نحن موقفين عن سداد الدفع كيف هيدا يعني؟ أيوة شو هيدا الرقم اللي موجود؟ خلي سريعا إذا ممكن أستاذ، لأنه بعد في سندات اليورو بوند بشيك، هذا جدول بتصدره وزارة المالية. هذا بيقول لك الدين الداخلي لنيسان 2022، نحن ما عم نقدر يعني يعطونا اياهن لنيسان، يعني صار مذي بعد في 15 ما مبينين، الله بيستر قديش فيهم.
92,710 مليار الدين بالليرة اللبنانية. أوكي. مش هيك؟ الدين بالعملة الأجنبية 59,667 مليار ليرة، يعني حوالي 38 مليار دولار. 38 مليار. مليار دولار، إيه اليوم صار 39 مليار. ليش؟ ليش الزيادة؟ بس هذا عم نحكي نحن عن القيمة الإسمية. ليش الزيادة؟ هيدا السطر الثالث حاطين كوبونات الفوائد 15,118 مليار، يعني حكومة حسان دياب توقفت عن سداد أصل الدين وفوائد الدين لليوروبون. طيب أنتوا شو ليش عم تحسبوا 15,000؟ وين عم بتحطوها؟ دفعتوها؟ حطيتوها بالموازنة؟ مين مبيني بالموازنة؟ مش هيك؟ وهذه من أي سنة صاروا حطوها؟ بال 2020 حاطين 7,000، بال 2021 14,000، وهلا صارت 15,000. طيب قولوا لي بربكم عشو عم تحسبوها وليش عم تحسبوها، وبك تدفعوها ولا ما بك تدفعوها؟ هذه بحاجة لتدقيق أكثر، بس شكرا يعني. هذه سؤال على كشف، هذه سؤال برسم الحكومة، سؤال برسم مجلس النواب. ما اطلعوا السادة مجلس النواب على البيانات؟ ما قالوا لنا اعطونا بيان بالفوائد، بس بتعطونا بيان بالواردات. طيب أكثر من هيك، هاي الواردات اللي عطتها وزارة المالية للجنة المال والموازنة شو كاتبين فيها؟ مشروع 2021، محصل 2021، إيرادات قانون 2022، وين تحصيلات سنة 2022؟ أنت ملزم بالقانون بدك تحط الإيرادات، بدك تحسبهم، تشوف الإيرادات المحصلة خلال الأشهر المنسلمة من السنة الجارية، يعني السنة اللي أنت عم تعمل فيها موازنة، يعني بدك تقلنا لغاية آب قديش أنت حصلت؟ ما في معلومة. ممكن هذا واحد من الأسباب اللي احنا شهدنا كل هذه الفوضى. ما عم بقول اللي واجه من السيد تلفية أرقام وحطوها. طيب أخيرا، في بعض المواد في هذه الموازنة لم أو أسقطت أو لم أيوة. تكن موجودة، ولكن عم تقول حضرتك أنه تم تمريرها بقوانين. تفضل. هذا سؤال أول. أول شيء بموازنة 2020، وهذه ثلاث قضايا مهمين بدنا نحكي، بدنا نعرف شو هن. أول شيء المادة 35 من موازنة 2020 القانون النافذ حكما ما مضى فخامة الرئيس، بتقول استيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية. اجوا عملوا هلأ هني هيدا بثماني، هذا القانون بثماني آب 2022، يعني قبل هيدا شو اجوا عملوا؟ اجازوا استيفاء الضرائب والرسوم بالعمل الأجنبي بالدولار الأمريكي نهدا، يعني صار في عنا عملتين رسميتين، ليرة والدولار، وبقولوا لك كيف بدها تهدي الدولار. هذا بأي مادة كانت؟ هذه المادة كانت موجودة بالموازنة ولم تعد. المادة 96 من مشروع موازنة صفحة 94، خليهن نراجعوها. ماشي؟ هذه أول تهريبي. تهريبي الثاني. هذه أول تهريبي، خلينا نشوف التهريب الثاني. عظيم. كانوا حاطين تعديل لرسوم المغادرة بسنة 2019، كانت رسوم المغادرة بالليرة اللبنانية 50,000 درجة سياحية، 110,000 درجة رجال الأعمال، 150,000 درجة أولى، بتذكرها منيح، بالليرة اللبنانية، 300,000 على متن طائرات خاص. اجوا حطوها بالمادة 53 من هذا المشروع الموازنة، هذا الكبير 2022، حطوا مادة 53 عدلوها، ما استنوا لحتى يقروها بالموازنة، راحوا عملوا القانون 303 الصادر بثماني آب. لحظة، هذه شهادة جدل امبارح، ويعني قيل بأنه لم تعد موجودة ضمن الموازنة ممرر أصلا بقانون، هي صارت قانون، هي 303 صدر بثماني آب ونشر بالجريدة الرسمية ب11/8. الناس ما بتعرفها. التهريب الثالثة منيحة؟ مش منيحة أبدا، بس المعلومة منيحة. تهريب الثالثة الماء، يعيب الشوم على المشرعين وعلى التشريع، يا ريت كانوا بعد اللي وقع جمال سيد لنقول له شو عاملين هن فيكم. هيدي مشروع الموازنة
بينزلوا مجلس الوزراء على مجلس النواب. هاي المادة خليك، هاي المادة 81، المادة 81 شو بتحكي؟ تعديل رسوم المرافق والمنائر. وهي المادة 82 تعديل رسوم المطارات. أي مادة هاي؟ هي المادة 81 و82 بمشروع الموازنة. شو التمريرة اللي مرقت بالقانون؟ هذا القانون قدي رقمه 300 الصادر بتاريخ 8/8 كلياتهم بنفس ال ب 8/8 مرقوا هذا القانون. لك شو كاتبين فيه؟ لك شو كاتبين فيه؟ سريعا لو سمح الدكتور. لك شو كاتبين فيه؟ هذا قانون بحطوه هيك تعدل حسب الجدول المرفق، بحطوا رقم المادة بمشروع الموازنة المادة 81 تعديل رسوم الموارد والمرافق، بعد صارت هذه الهرطقة التشريعية كوبي بيست من الموازنة. أبدا، معقول بحطوه مادتين؟ بعدين هيدا لمعلوماتك كان بالليرة، شو صار هلا؟ بالدولار الأمريكي. صار بالدولار كله. قسموا الرسوم المحددة بالليرة اللبنانية قسموها على 1507 وحطوها بالدولار. طيب هاي النفقات مين بده يتحملها؟ شركات الطيران. بيطلع وزير، وزير وزيرين عندنا من غرشار، وزير الأشغال معلش يسمح لي فيها، بقول أنا جبت بالتصريح يمكن على تويتر مثل على الفيسبوك، أنا جبت ضيقت الفجوة العجز الموازني 5000 مليار بهو الثلاث أواني. سؤال هو ما أعرف إذا بمكانه، بس إذا كان هذا التعديل حصل هو صار جزء من الموازنة، هو صار جزء منه. هلأ يعني مؤخرا تم الإعلان عن المناقصة في السوق الحرة بالليرة اللبنانية. كيف؟ أنا اللي عم بسألك أنه طالما نحن عن 1900 مليار على ما أظن، سؤالي هو أنه طالما الاستيفاء بالدولار الأمريكي ولا ينحط بالليرة، ليش بده ينحط بالليرة مناقصة يعني السوق الحرة؟ المشكلة هذه هي المشكلة، أنه من يعد الموازنة ليس عنده يعني لا الأساس الاقتصادي، معلش، لا الفكر الاقتصادي الحديث ولا الفكر المالي ولا الفكر النقدي. هذه مجموعة أرقام أنه بدنا نمشيها. هم من الوحيد مثل ما أنا قلت ومثل ما قال اللواء أنه بس يعملوا يجبوا الضرائب والرسوم بال 2023 وما رح يعملوا موازنة، ويمكن ما رح يعملوا كمان حكومة، ويمكن ما يصير رئيس الجمهورية. اطمأنوا أنه هو رسوم المرافق والمطارات ورسوم المغادرة بيقدروا يستوفوها بالدولار. يعني يا أخي منين بدنا تجيب العالم الدولار؟ ألا يزيد الطلب على الدولار؟ ليش أنت عندك مطبع أنت أمريكا لتطبع يعني الدولار؟ في البعض بيعتبر هذا الشيء. إيه؟ في البعض مقتنع بأنه نحن دولاراتنا منصنعها هون. آه إيه مظبوط. المدير الموارد الأولية لا. المدير العام السابق للمحاسبة العمومية في وزارة المالية أمين صالح، أنا بدي أشكرك على كل هذه المعلومات وعلى يعني هذه القراءة في الموازنة. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا للنيو تي في، ودائما يعني أنا بتشكركم تحية، بتشرفكم لأنه شكرا. يعني بالفعل عم بتساعدونا، عم بتساعدوا الناس، عم بتوصلوا رأينا للرأي العام. أقل واجب. أقل واجب دكتور. شكرا مجددا، والشكر موصول إليكم مشاهدينا، ونلتقي في حلقة مقبلة.